بزال. شو رأيك نلتقي سوا؟ زلمة بدنا نقتله، ليش بدنا نجي نشوفه؟ رح يقدم لنا صفقة ما رح نقدر نرفضها. بالجمارك ما فيني فوت معي سلاح. قول لشباب انه ما يلحقوني لانه رح يبينوا، اصلا المكان مليان بالشرطة، مستحيل تقتل حدا من دون ما تمسك. منطقي. ايه خبرهم انه لازم يجهزوا كل شيء لانه صار الوقت. انتظروا انتو هون. شو اللي بدك اياه؟ شو الشيء اللي فيني اعطيك اياه لنخلص قضية التارية اللي بيناتنا؟ بلا جد؟ مستعد اعطيك اللي بدك اياه. انت بتعرف انا شو بدي. ليش بدنا نضل نتقاتل؟ ليش بدنا نضل عم نتقاتل لحد ما ينقتل واحد منا؟ كمان بتعرف ليش؟ يعني الخال هديك كانت قصة بيني وبين رامز، وكان الحق معي فيها. يا ريت فيك تشوف منيح، أنا بالحقيقة بشبهك كتير يا إيزيل. أحياناً منشبه بعض. هيا احترفت بلسانك. أنت كمان سعيت ورا الانتقام تبعك سنين مثلي. أنت صرت مقامر وأنا صرت غني. بس أنت قتلت ناس أبريها. بس في ناس تانية عايشة لهلأ، ولا تنسى أخذوا أولادنا منا. وعيشة وجنكيز أخذوا ابني. رامز وسلمى ضيعوا لي بنتي. واضح هالشي ما هيك؟ أنا وياك منشبه بعض. اثنيناتنا ما حبينا حدا بكل هالسنين لأنه كنا عشقانين. أنا بحب سلمى. وأنا بحب عيشة. مزبوط. بس هي خلصت. وأنا كمان خلصت مثلك. بس كمان كل واحد منا تعرف على وحدة جديدة. أنا تعرفت على عيشة وأنت على بادة. لا ماني عم هددك، كنت عم فكر انه ما في مستقبل لنا، بس هو فيه، ما هيك؟ شو هي افظع لحظة بحياتي عشتها؟ بتعرف شو هي يا ايزيل؟ وقت نصبوا لك كمين. لا لا, لا 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 الليلة يلي مات فيها الخال كنت ببيتي وعم فكر شو بدي اعمل بس اخلص منه. انت فكرت بهالشي؟ فكرت كيف بدك تعيش؟ فكرت يا ترى إذا فيك تعيش بعد ما يخلص كل شيء؟ يعني كأني بلشت. وأنا كمان. وأول مرة من زمان كتير بحلم بالمستقبل. وأنت مانك حابب ترجع لعند أبوك وأمك باسمك الحقيقي يا عمر؟ يعني بدك أنسى الخال؟ الخال مات يا إيزيل، بس انت عايش. انا ما كنت الطرف المنيح او الطرف السيء بالنسبة للخال، وانت كمان اخذت مني كتير ناس. اخذت لي سكيز، كان سكيز مثل ابني، واخذت لي قيا، كان رفيقي الوحيد بهالحياة، وتموز. بتحب قلك على شغلة؟ لو كانت قصتك هي نفسها قصتي، كان تموز هو توفيق بالنسبة لي. يا ترى قدرت اوضح لك؟ وكمان اخذت شغلات تانية، أخذت مني الجرأة تبعي، أخذت مني اللامبالاة تبعي، وأخذت مني عيشة. بس أنا ما اعتبرتك إنك عدوي بأي وقت، وإنت دايماً بتطلع وبتواجهني. خلينا ننهي القضية وخلينا نعيش نحن اتنين، وخلينا ننسى. بس الأغبياء يلي بيضلوا مديونين للأموات، خلينا نقوم من على الطاولة وننهي مشاكلنا، خلينا نعيش. طيب سؤال، لو طلبت نفس الشيء قبل موت الخال كنت رح توافق؟ شو بدك فيني؟ انت اكتر واحد بيفهمني يا إيزيل، انت اكتر واحد بيعرف انه الانتقام بيعمل عيون وبيعمل قلب كمان. انت اكتر واحد بيعرف كيف يلي عم يدور على حقه وبيعرف طريقه وين حتى لو كان معتم. خلينا ننهي المشاكل، وكل واحد منا بيسامح التاني على كل شيء.
معك حق، أنا وأنت منشبه بعض كتير، بس نحنا ما حابين نعترف بهالشي. نحنا شربنا من نفس الكاس، يعني منطقي إنه يكون مصيرنا واحد. مزبوط، كتير منطقي. ونحنا كمان يمكن أكتر اتنين منفهم على بعض. مزبوط هالحكي، أنا وأنت منشبه بعض كتير، بس في فرق واحد. عن جد؟ شو هو؟ إنك بتعرف شيء أنا ما بعرفه. أنت اسأل وأنا بجاوبك. كيف بدك تموت؟ أنت بتعرف كيف بدك تموت يا كنان، لأني أنا رح أقلك هلأ كيف رح تموت. قبل ما يخلص الأسبوع جوات غرفتك، وباللحظة المناسبة رح تمسك سلاحك وتحطه براسك ورح تقوص على حالك. عن جد مو معقول شو بدي احكي. ضحكتني كتير، حلال عليك يا ولد. يعني انت ما قبلت العرض تبعي، بالحقيقة كنت من جواتي بدي اياك ما تقبل، بس انا عاهدت حالي من قبل اني جرب كل شيء. بس الهيئة مانك متوقع لي نهاية سعيدة، ما هيك؟ قديش عندك رجال؟ اذا رجالك كله مثل تموز فحتكون النهاية واحدة. ما عدت بحاجة لأمثال تموز، أمثال تموز بيعملوا لي مشكلة بهالمرحلة، أمثال تموز ما بيقبلوا إنه يوقعوا بأي شكل بعد ما يقتلوا، بينما الرجال العاديين المساكين والفاشلين بهالحياة يلي ما كتير بيعرفوا يستخدموا السلاح بس عندهم شجاعة، كلياتهم يا إيزيل ضاربهم اليأس، ما في معهم مصاري، ما في عندهم أبداً أي شيء بيخسروه، ومجبورين إنه يصرفوا على عيالهم الكبيرة، وهدول مو أربعة أو خمسة. حكينا مع مجموعة منهم قبل ما نجي لهون. حكوا معك رجال بالتفاصيل؟ حكوا مع المين، وأنا جاهز ومستعد أعملها. رح تقتل هذا الزلمة بعز النهار، وبدك تقتله بنص الشارع وقدام الناس، وبعدين شو؟ بالمقابل رح ينصرف على عيلتك، ورح يتدرس أولادك، ورح تكون مرتاح كتير وانت بالسجن، ورح تصير صاحب شغل بس تطلع منه. مستعد تعملها؟ برأيك شو كان جوابهم كلياتهم؟ واقف عندها، اركوني. بدي اقتله. خدوه من هون كلب. شو يلا، تعرفوا شي؟ واضح انه واحد مجنون. شايف قديش بسيطة القصة؟ ما في حدا بالدنيا بيقدر يثبت علاقتي فيه. إذا لقيت كل يوم 50 واحد أو 100 واحد من هدول بكفون، كل مكان بتروح عليه رح يكون في حدا بيعتبر روحك ما إلى قيمة. إذا رامز كان عنده 100 زلمة، أنا في عندي 1000 زلمة، وكلهم رح يكونوا عم يلاحقوك. وهلأ صار دورك إلك أنك تخاف.